أوف في خط الهجوم، واحمد شكري جنب رمضان صبحي وعبد الله السعيد. دي الفرصه الوحيده في الشوط الاول عن طريق عبد الله السعيد، انفرد من ناحيه الشمال وحطها في الزاويه القريبه، لكن طلعها حارس مرمى فريق المحله المهدي سليمان، عملها تشيب كده من فوق المهدي، ولكن المهدي طلعها وخبطت في العارضه ورجعت نادي المحله. النهارده كابتن اشرف قاسم باين جدا من الطريقه اللي كان بيلعب بيها ان هو بيلعب عشان يتعادل مع النادي الاهلي، كان يعني في تكتل كبير جدا. نادي المحله كان بيلعب دايما في منطقه الجزاء بخمسه سته، ودي الكوره اللي احنا اتكلمنا فيها كتير النهارده، كره الطرد من وجهه نظري طرد صحيح 100% الكابتن وائل جمعه. ان عايزين برضو نعيد تاني النقطه دي يا جماعه، معلش، ان لاعب غزل المحله حسام عرفات عدى من اتنين من لعيبه النادي الاهلي، هو عدى من حسام عاشور وعدى من كابتن وائل جمعه، وخلاص كان اخر يعني اخر مدافع هو كابتن وائل جمعه، كان في طريقه للانفراد بالمرمى. كابتن وائل شده، حكم المباراه اداله الفرصه على اساس ان هو ممكن يكمل، ولكن الشده دي عطلت حسام عرفات وقللت سرعته، بالتالي لحقوا سعد سمير. لو ما كانش كابتن وائل جمعه شده بايده ما كانش كان حسام عرفات يعني انفرد. فطبعا من وجهه نظري طرد صحيح، ولكن بعيب النهارده على الكابتن ابراهيم نور الدين ان في كور كتير جدا ما تستحقش الانذارات. يعني كوره سيد معوض دخل في التحام مع لاعب اوبستراكشن، اعتراض عادي حسب انذار على سيد معوض. مش عارف كوره مين في لاعب لعيبه المحله برضه حسب انذارات كانت كتير جدا النهارده، وفي يعني لو مشينا في كل فاول انذار في حاجات طبعا تستحق الانذار عشان ما نبقاش برضو يعني بنظلم كابتن ابراهيم نور الدين، لكن في حاجات كتير جدا النهارده انذارين ثلاثه التحامات عاديه في الملعب. ف يعني كابتن ابراهيم حط نفسه من الاول المباراه انذارات كتير، فبدات يعني خلاص بدات يتورط في الشوط الثاني ان هو بيطرد، وبقى في لعيبه خلاص عندها انذارات فقلقانه. المهم اللي احنا شفناه طبعا بعد الطرد النادي الاهلي ونتيجه لسه 0-0، كابتن محمد يوسف حب يعني يامن حته الدفاع وبدا يستغنى عن رمضان صبحي اللي غيره، ان هو طبعا اقل اللاعبين في الملعب خبره والنادي الاهلي بيلعب ناقص لعيب عن غزل المحله. نزل احمد نبيل مانجا كباك رايت ودخل رامي ربيع يلعب مساك مع سعد سمير، ده الفاول الاول على سعد ماندو مهاجم المحله، ويعني من وجهه نظر انذار صحيح 100% عرقله من الخلف، ودي برضو يعني تقديريه للحكم، ممكن تبقى انذار وممكن مش انذار، ولكن يعني سعد ماندو خبرته قليله جدا، هو شاف ان كابتن ابراهيم نور الدين ادى طرد مباشر للكابتن وائل جمعه، عمل لسه من قبليها بنص دقيقه فاول مع رامي ربيعه، فهنا فيها تهور شويه، هو ما عندوش الخبره ان هو يقدر ازاي يبقى متوقع ان ممكن حكم المباراه يطرد حد من المحل، ان هو لسه طارد وائل جمعه وانت عندك انذار يا ماندو، فخبرتك قليله جدا وما قدرتش تتعامل مع الموقف اللي انت ما تحطش نفسك في التحام في وقت الحكم مستني فيه ممكن اي خطا للاعيبه المحل. المهم حصل طرد، وبرده يعني انا مع الكابتن ابراهيم نور الدين في الطرد برده ان هو خد انذارين ورا بعض، الانذار الثاني نقدر نقول شويه تقديري ممكن يتحسب او ممكن ما يتحسبش، ودي واحده اللي حسام عاشور بدا الفرقتين يلعبوا يعني ناقصين واحد وب 10 لاعبين. دي واحده بالعرض لسيد معوض واحمد شكري، لكن خبطت في ديفنس المحله، وهنا اوف سايد على النادي الاهلي. وزي ما احنا اتكلمنا من شويه كابتن اشرف قاسم بيلعب بطريقه واحده تكتل دفاعي عشان يمنع النادي الاهلي من الوصول لمرماه، حتى المحله لما بيجي يطلع بالكوره ما عندوش كان غير سعد ماندو وحسام عرفات اللي كان بيعمل شغل من ناحيه الشمال، لما سعد ماندو اتطرد بقى خلاص حسام عرفات هو اللاعب الوحيد اللي بيهاجم في نادي المحله، وحتى ديفنس نادي المحله ما بيطلعش ورا خط الوسط، فدايما كان النادي الاهلي مستحوذ وضاغط في الثلث الاخير، ولكن التكتل كان مانع شويه النادي الاهلي من الوصول لمرمى حارس مرمى المحله المهدي سليمان. طيب قبل ما نروح للشوط الثاني هنروح للكابتن احمد حسن مدير منتخب مصر. كابتن احمد ازاي حضرتك؟ الشوط الثاني مع مباراه المحله وغزل مباراه الاهلي وغزل المحله.
نادي الاهلي يعني حاول بقى برضو في الشوط الثاني يكثف هجومه شويه. نادي المحله استمر بنفس طريقته في الشوط الاول، تكتل دفاعي والاعتماد يعني حتى ما كانش فيه اعتماد على هجمات مرتده، ان ما كانش فيه عناصر هجوميه لنادي غزل المحله في الشوط الثاني ما عدا حسام عرفات، وكان كل الكور بتطلع يعني مش عايز اقول بشكل عشوائي، ولكن ما كانش فيه هجمه منظمه للمحله في الشوط الثاني. وبدا النادي الاهلي بقى يلعب على الاطراف والكور العرضيه، لكن بصوا كام واحد من المحله جوه ال 18 كتير جدا، ودي طريقه كابتن اشرف قاسم النهارده، وكان شايف ان هو كان ممكن ينجح فيها على فكره. يعني حتى الهدف اللي جه للنادي الاهلي من ضربه جزاء كان ممكن يعني المباراه تخلص على التعادل السلبي 0-0 تسديده، لكن في الزحمه دي لازم هتصطدم بلعيب من لعيبه المحله، وفعلا اصطدمت باحد مدافعين المحله ومشيت جنب القائم. وهنا تغيير بقى الكابتن وليد صلاح الدين النهارده، واحنا في الاستوديو كنا بنتكلم عليه ان كابتن محمد يوسف شايف ان خلاص المحله في تكتل فعايز يزود عدد المهاجمين، فنزل عمرو جمال وطلع حسام عاشور من نص الملعب، وبقى عنده شهاب الدين احمد بس موجود. ودي ضربه الجزاء اللي تم احتسابها النهارده، وانا من وجهه نظري برضه ضربه جزاء صحيحه، ان اسلام صيام اتعامل يعني نقدر نقولها في الكوره بغشوميه شويه مع احمد رؤوف. اسلام صيام في ظهر احمد رؤوف، احمد رؤوف ظهره للمرمى فمش هيقدر يتصرف باي شكل. اسلام صيام سحب احمد رؤوف، يعني حاطط ايده حوالين احمد رؤوف زي حضنه كده وسحبه. بصوا هنا احمد رؤوف جاي يشوط، سحبه شويه، السحبه دي فيها اعاقه وبالتالي ضربه جزاء. لو اسلام صيام كان تعامل مع الكوره عادي جدا من غير ما يمسك احمد رؤوف كان هيقطع الكوره بسهوله جدا، ان احمد رؤوف ظهره للمرمى وفي يعني في مساحه صغيره جدا ممكن اسلام صيام يحط رجله، ولكن يعني انا مع الكابتن ابراهيم نور الدين ضربه جزاء صحيحه لفريق النادي الاهلي. هبص احمد رؤوف هيعمل ايه؟ يعني هو بظهره هيعمل ايه؟ هو لعبها حلو لشهاب، ولكن شهاب كان مراقب واسلام صيام في ظهر احمد رؤوف. دخل عبد الله السعيد، وانتوا عارفين عبد الله مميز جدا في الضربات الثابته، وهو المتخصص في ضربات الجزاء في النادي الاهلي بعد اعتزال محمد ابو تريكه. حتى ايام محمد ابو تريكه كان عبد الله السعيد بيلعب ضربات الجزاء، والهدف للنادي الاهلي في الشوط الثاني. حطها عكس المهدي سليمان، مهدي سليمان راح ناحيه اليمين وعبد الله حطها ناحيه الشمال، وكان فوز مهم جدا للنادي الاهلي. يعني طبعا مش متعودين النادي الاهلي يخسر ماتشين ورا بعض، رغم النهارده مباراه نقدر نقول عليها يعني مباراه فيها فرص قليله، يعني مفيش فرص كتير للنادي الاهلي، كلها كور عرضيه وتسديدات من بعيد. وهنا خطا يعني شريف اكرامي كده ما راحتش الكره زي ما هو عايز، خبطت في احمد حسن دروجبا، لكن كان لسه احمد حسن دروجبا نازل ما كانش لسه دخل في اجواء المباراه، ان كابتن اشرف قاسم نزل احمد حسن دروجبا في الدقيقه 78، وكان عمل برضه تغيير قبليه نوح سيام بقى بيلعب باحمد حسن دروجبا وحسام عرفات ونوح سيام شويه من تحتيهم في نص الملعب. وهنا الانذار الثاني لمحمود بازيد والكارت الاحمر، عايزين نشوف الكره ثاني بعد اذنكم. نشوف الكره الثانيه بتاعت الانذار الثاني. نشوفها كده، معلش رجعها لي تاني عشان اشوف بس الانذار ده. ودي اوف سايد برضو، ما كانتش اوف سايد يعني تسلل. وهنا الكابتن ابراهيم دي فيها اعاقه بالكوع، يعني فيها اعاقه بالكوع وتستحق الانذار، والانذار التاني والكارت الاحمر. وده كان الانذار التاني وطرد لمحمود بزيد. ودي التسلل، هي الزاويه دي ما توضحش، الزاويه الثانيه توضح اللي هي كاميرا المساعد. هو الكابتن ابراهيم نور الدين اداله انذار عشان هو لعب الكوره بعد الصفاره. اهي بصوا الزاويه دي مش اوف سايد، لحظه يعني طلوع الكوره من
قدم لاعب النادي الاهلي قبل ما توصل لعمرو جمال. ودي كانت المباراة، ونقدر نقول ثلاث نقاط مهمين للنادي الاهلي والاداء. او برضه عايز اقول حاجة، ان المحلة هو اللي خلى الاداء كده، التكتل والناحية الدفاعية لفريق غزل المحلة. ما شفناش خالص هجمات لغزل المحلة في المباراة النهاردة، الاهلي كده في المركز الثاني.